السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فطيرة كباب الحلة، حاجة كده طعمها تحفة، تقدمها حلو قوي، شكلها لذيذ، والعيش كمان طعمه حكاية، شارب من اللحمة وطعمه في منتهى الجمال، والطريقة سهلة خالص وطعمها حلو جدا. تعالي شوفي بقى الطريقة وشوفي المقادير عشان تجربيها وان شاء الله تعجبك. عندنا كيلو لحمة متقطعة مكعبات، ممكن تعمليها من وش الفخدة، ممكن تعمليها من الموزة، براحتك خالص، الحتة أو القطعية اللي انت بتحبيها. عندي كمان كيلو بصل متقطع جوانح، نص كيلو بطاطس متقطعة مكعبات ومتحمرة واخدة لون ذهبي فاتح خالص، فلفل ملون وممكن فلفل حامي كمان، والتوابل ملح وفلفل وسكر، ومستكة وورق لورا، ورشة بهارات صغيرة. في حلة على النار هحط فيها سمنة وزيت أو حتة زبدة وشوية زيت صغيرين، وهحط اللحمة ومعها المستكة وورق اللورة، وأشوحهم على النار بالشكل ده. ريحة المستكة بتبقى تحفة. تمام، هنقعد نشوح اللحمة لغاية ما تاخد لون، تبقى عاملة زي اللحمة المتحمرة، مستوية ومتحمرة بالشكل ده. هنزل عليها البصل، لكل كيلو لحمة كيلو بصل، نص كيلو لحمة نص كيلو بصل، وأقلب كويس اللحمة مع البصل بالشكل ده، وهضيف معلقة كبيرة من السكر. تمام، نقلبه كويس كده مع البصل واللحمة، وغطي الحلة وهدي النار واسيبها تستوي شوية مع التقليب كل فترة والتانية. تمام، خلاص هي شربت ميتها، نزلت ميتها وشربتها، والحلة خدت لسعة خفيفة من تحت كده، بتبقى حلوة قوي. هضيف لها كوبايتين مية بتغلي، شايفة بقى لون الصوص بقى لونه عامل ازاي، هيبتدي يغمق ازاي ويبقى لونه واخد لون بني كده وبقى مكرمل وطعمه حلو قوي. هغطيها واخلي النار هادية واسيبها تكمل سواها. طبعا هي اللحمة كده قربت تدخل في السوى، لما تلاقيها قربت تدخل في السوى يلا بقى نجهز العجينة. عبارة عن 6 كوبايات دقيق، كوباية لبن رايب من اللي احنا كنا لسه عاملينه، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ورشة ملح، وربع كوباية مية دافية هحط فيها الخميرة والسكر وأقلبهم واسيبهم شوية عشان أشوف هي هتتفاعل ولا لأ. هحط الملح والبيكنج باودر على الدقيق وأقلبه كويس. عجينة سهلة ما فيهاش أي حاجة صعبة، ومكوناتها كلها في البيت، ممكن بدل اللبن الرايب تحطي زبادي، معيار كوباية برضو من اللي عيرتي بيها الدقيق. بالشكل ده حطينا اللبن الرايب وقلبناه، هنحط كمان الخميرة اللي ابتدت تفور معانا اهي، وهنضيف كوباية من المية الدافية ونعجن بيها العجين كويس بالشكل ده. وهنزل العجين عندي على الرخامة ونعجنها كويس زي ما احنا متعودين. لو عندك عجان هتحطيه في العجان من الاول خالص وتعجني فيه لمدة 7 دقايق، لو هتعجني على ايديكي اعجني كويس برضو مدة ما تقلش عن كده، لغاية ما توصلي المرحلة تبقى العجينة معاكي بالشكل ده، شايفة ملمومة ومش ناشفة، مش يابسة، ملزقة سنة بسيطة كده. هنغطيها ونسيبها تخمر، وبعدين بعد ما خمرت هنجيبها بقى نقطعها. طبعا كل ده اللحمة على النار بتستوي عشان تبقى مستوية خالص كده وطعمها حلو. هنحاول نقطع العجينة اللي عندنا، يعني نحاول نعملهم عدد زوجي علشان احنا هنحتاج تبقى 2، واحدة فوق واحدة تحت بالشكل ده، ويبقوا قد بعض. المقاس بيبقى براحتك انت، انا هنا قطعتهم حوالي 6، انت ممكن تقطعيهم 8 لو حباهم اصغر شوية، براحتك خالص. تمام، هنغطيهم ونسيبهم يرتاحوا شوية. هنا اللحمة خلاص قربت تستوي، حطيت لها بقى اخر حاجة الفلفل والملح ورشة البهارات، وكمان هنحط البطاطس بالشكل ده، وهنسيبهم يغلوا مع بعض غلوتين ونطفي عليهم.
هنجيب بقى العجينة بتاعتي ارتاحت، هجيبها ابتدي افردها بالشكل ده بسمك حوالي 0.5 سنتي، ما ترققيهاش قوي بالشكل ده. وهنجيب صينية ندهنها بالزيت ونحط فيها الطبقة اللي تحت، ونروح بقى نجيب كباب الحلة. الأول هنفرد التانية اللي هنغطي بيها. الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 200، ولو شوايتك بتولع في نفس الوقت هتشغليها على الهادي. خلاص هنجيب مصفى بالشكل ده، واخد بيها من اللحمة والبصل والبطاطس، واحاول اصفيها قدر المستطاع من المية. تمام، هضيفها على الطبقة اللي في الأرضية، واحط بقى شوية فلفل، ممكن تحطي فلفل سبايسي كمان مع الفلفل الملون، بيدي طعم حلو قوي. واقفل الفطيرة بتاعتي بالشكل ده، واكون مجهزة بقى عندي خليط من معلقة لبن بودرة، رشة نسكافيه، ورشة سكر، ومعاهم معلقتين مية، وادوبهم كويس وادهن بيهم بالشكل ده، ورش ممكن سمسم او حبة البركة اللي انت بتحبيه. تمام، وهدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 200 على الأرضية. لما احس انها اخدت لون من تحت هشغل الشواية عشان تحمر من فوق واطفي تحت. لو شوايتك بتولع في نفس الوقت هتشغليها على الهادي وتحت على 200، وتحطيها برضو على أرضية الفرن. ما بتاخدش 10 دقايق وتلاقيها حمرت من تحت ومن فوق وبقت في منتهى الجمال. عملنا واحدة تانية بنفس النظام، فردنا 2 سمك 0.5 سنتي، حطينا أول واحدة على صينية مدهونة بالزيت، وجبنا الكباب حطيناه في الأول، وحطينا معاه شوية فلفل ألوان وفلفل سبايسي. وهنحط الطبقة التانية ونقفلها كويس، وندهنها بخليط اللبن البودرة والنسكافيه والسكر، ونرشها برضو بحبة البركة. يبقى نقول تاني التسوية، فرن على أرضية الفرن على درجة حرارة 200، ولما تحمر من تحت تاخد لون ذهبي من تحت حلو، هتطفي تحت وتشغلي الشواية تاخد لون من فوق، وبرضو هي موجودة تحت ما تشيلهاش من تحت. شوفوا طلعت جميلة ازاي، محمرة وبتلمع وشكلها حلو قوي، وريحتها مش قادرة اقول لكم جميلة قد ايه. وطبعا الطعم مفيش كده، بجد في منتهى الجمال، حاجة حلوة جدا واحلى كتير ما تاكليها في مطعم بره. طبعا مش هتلاقي النظافة والجمال والحلاوة دي في اي حتة بره، كفاية انك انتي عاملاها في البيت، مش هتكلفك برضو زي ما هتشتري من بره. شايفة؟ بصي، واو، بجد في منتهى الجمال، الريحة والطعم حكاية. شايفة جميلة قد ايه؟ وشفتي الطريقة سهلة خالص ازاي؟ اللحمة مستوية طبعا خالص، احنا مسويينها على الاخر، والبطاطس بيبقى طعمها حلو جدا، العيش نفسه بيبقى طعمه حلو قوي. ممكن بقى تغمسيه بالصوص اللي عندك في اللي كان باقي في الحلة، بقى تاخدي منه كده وتقدميه جنب الفطيرة وتغمسي بيه، بيبقى طعمه حلو قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبك، لو عجبك لايك وشير.